خطورة حازم إمام، إنما محمد صبري بيحاول وبيلعبها وبترجع تاني حسين عبد اللطيف وضغط من نادي الزمالك وأوفر وجول وجول. يا خبر أبيض، أيمن منصور. بقول لحضراتكم أيمن منصور بعد 5 دقايق، أيمن منصور بيجيب الجول الأول لنادي الزمالك بعد 5 دقايق. على فكرة أيمن منصور من أيمن بيسندها أول صبري وماشي صبري لحازم وخد وهات وتاني لمحمد صبري يسيبها لحازم وهو جول وبتاع وجول وجول. يا خبر أبيض، حازم إمام خد وهات مع صبري ويلعبها سهلة تقع من إيد حسن نصر عشان يبقى الجول التاني لحازم إمام بعد 29 دقيقة.